ان بكره اول ماتش في بطوله العاصمه الاداريه، فحابب اخد رايك واسالك، شفت ازاي استضافه مصر لبطوله زي دي والفيفا حطها في الاجنده الدوليه للمباريات او البطولات الوديه؟ لا انا مش عايز اقول، يعني في ناس بتقول دي جت صدفه، هي جت عشان الناس تعرف البنيه التحتيه بتاعت مصر اخبارها ايه. وانا بقول للناس بكره هتشوفوا استاد عالمي وارض او نجيله، يعني ارضيه الملعب عالميه. اللي يهمني بكره ازاي الجماهير يجي يمينا، الجماهير في الصيام والمشوار بعيد شويه، فلازم باذن الله او اتمنى ان وزارة الشباب والرياضة والدكتور أشرف صبحي يكونوا منظمين إن هم يجيبوا للناس باصات عشان ينقلوهم من الأماكن أو في حتت معينة لغاية المشوار بعيد قوي، ويرجعوهم إحنا في الصيام، يعني مش في أيام عادية نسهر وكده. لكن أنا بقول فرصة للناس كلها اللي هتتفرج على البطولة، خاصة الدول العربية وأوروبا، ان يعرفوا ان في مصر بنيه تحتيه ممتازه مش جيده جدا كمان، ونبداها بكره، ونتمنى ان يكون في بطولات تانية جديده على الاستاد ده وعلى الملعب ده باذن الله.